أسعد الله أوقاتكم. دفء الدوحة ودفء مشاعر أهلها تتسرب إلى قلوب الضيوف فتنشر السكينة والفرح. هذه قطر التي تستقبل العالم بكل الحب، والتي استقبلت منذ أيام نجوم العالم، نجوم باريس سان جيرمان، في جولة وصفت إعلاميا باستراحة محارب. نحييكم وندعوكم لمتابعة هذا الحدث وسلسلة أحداث أخرى في حصاد أسبوع جديد. قبل الخوض في التفاصيل إليكم العناوين. مختبر قطر لمكافحة المنشطات يبادر ويطلق نسخة خامسة للملتقى السنوي للباحثين النشأ، منصة لتشجيع الكفاءات القطرية ولفتح آفاق جديدة للبحث العلمي. ثلاثة أيام في ضيافة العاصمة الدوحة، باريس سان جيرمان يلتقط الأنفاس ويبتعد عن ضغوطات الالتزامات الفرنسية والأوروبية. أحداث نهائي البطولة العربية، صداع في رأس الفيصلي، الاتحاد الدولي يزيد في متاعب النادي الأردني. الضربات الموجعة تتلاحق في الأولد ترافورد. اليونايتد يغادر مسابقة الكأس ويتراجع في سباق الدوري. أي مصير للفريق والسبيشل وان. هي فكرة تحولت سريعا إلى حدث سنوي. نجح مختبر قطر لمكافحة المنشطات في بلورتها قبل أن يمنحها بعدا عالميا. الملتقى السنوي للباحثين النشأ منصة مهمة لدعم وتشجيع الكفاءات القطرية في مجال البحث العلمي. نسخة خامسة شكلت فرصة مثالية لهؤلاء الباحثين لعرض ومناقشة أعمالهم البحثية أمام خبراء من قطر وبريطانيا وهولندا. الحدث أعلن اختيار الدكتور محمد المعاضيد بروفيسورا زائرا في جامعة لندن العريقة والشهيرة، والإنجاز غير مسبوق. إليكم التفاصيل قبل نقاش الموضوع في حضور شخصية وازنة وبارزة. نجاح جديد للكفاءات القطرية في مجال البحث العلمي. الدكتور محمد المعاضيد أول قطري يدخل جامعة لندن العريقة كبروفيسور زائر. القرار اتخذ قبل أسابيع قليلة، والإعلان تزامن مع افتتاح الملتقى السنوي الخامس للعلماء والباحثين الجدد في قلب مختبر مكافحة المنشطات في الدوحة. ملتقى يعد منصة مثالية للباحثين القطريين الشباب في علوم الطب الحيوي للحصول على درجة الدكتوراه. القصد الرئيسي عمل هذه البرامج وأن نصنع نوع من يكون عندنا البحوث موجودة في قطر تكون وتتعلق بالأمور الموضوعة في قطر نفسه، وفي نفس الوقت تطوير كوادر قطرية في هذا الشيء. والحمد لله يعني توفقنا في ثنتين للحين تخرجوا، وفي أعتقد حول العشرة في الطريق بإذن الله تعالى، وبرنامج إن شاء الله مستمر. خبراء من دولة قطر وآخرون من جامعات دولية بريطانية وهولندية حضروا الملتقى الخامس وحاضروا استمعوا للباحثين القطريين وناقشوا دراسات هامت أساسا عمل المضادات الحيوية المستخرجة من الإبل، وأخرى تناولت الخطة الصحية المتكاملة للمؤسسات الصحية، فضلا عن تسليط الضوء على مرضى السكري والسرطان. بالنسبة لي من الرائع أن أرى هذا التقدم الملحوظ في مستوى الطلبة. النسخ الخمسة الماضية من هذا الملتقى بدأت تعطي أكلها على أرض الواقع، وأصبح الباحثون الجدد أكثر جدية في العمل والبحث المستمر.
نسخة خامسة عززت رهانات وتحديات فكرة انطلقت قبل سنوات، هدفها توسيع مجال البحث العلمي وخلق مساحات تعاون للباحثين القطريين في رحاب أشهر الجامعات عبر العالم. لبرنامج حصاد الأسبوع قطر هذا الأسبوع في قراءة لمحمد زوجة. ماذا حققت النسخة الخامسة للملتقى السنوي للباحثين النشأ؟ ما أصداء الأبحاث والدراسات لدى خبراء قدموا من أعرق وأشهر الجامعات عبر العالم؟ ما مدى استفادة الباحثين القطريين من هذه المنصة؟ وأي دور تلعبه في إثراء مجال البحث العلمي في دولة قطر؟ لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها سعداء باستضافة مدير عام مختبر قطر لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الصيرفي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. نبدأ بالحدث الأبرز، تعيين الدكتور محمد المعضيد بروفيسورا زائرا في جامعة لندن حتى العام 2022. كيف تصفون هذا الامتياز؟ طبعا هذا حدث غير مسبوق، مثل ما تفضلتم في المقدمة، الدكتور محمد المعضيد حصل على درجة بروفيسور زائر في جامعة UCL University College London، وهي من الجامعات العريقة والمصنفة ضمن حتى العشرين الأفضل في العالم. هذه السنة هي ضمن العشرة الأوائل. نعم. ضمن العشرة الأوائل، فهذه هذا إنجاز يعني غير مسبوق وإنجاز جميل نفخر فيه جميعا. والدكتور محمد طبعا أهل لهذا الموضوع وله باع كبير في مجال استراتيجيات الصحة والتخطيط الاستراتيجي. نعم. للمؤسسات الصحية. طيب، ما أهم ما ميز هذه النسخة الخامسة مقارنة بالملتقيات السابقة، وما أبرز الموضوع أو المواضيع التي ناقشتها هذه الدراسات؟ طبعا كما شاهدنا في التقرير، نائب رئيس جامعة UCL البروفيسور ديفيد لوماس أشار إلى أنه حضر معنا النسخ الأربع السابقة ويشهد التطور في المستوى من نسخة إلى نسخة، وهذا شيء نفخر به جميعا. وأفاد في عدة أوقات أن ما شهده من ثقة ومن معلومات قدموها باحثون النشء يعادل أو يفوق ما يقدمه الطلاب لديهم في جامعتهم في لندن، فهذا شيء نفخر فيه جميعا طبعا. ولذلك تميزت النسخة هذه بالثقة التي وصلت إلى حد مقبول لدى أبنائنا وبناتنا. نعم. فالحمد لله، نحمد الله على هذا الشيء. ملاحظة مهمة، أن جميع الأبحاث تقام في دولة قطر، ما أهمية هذا المعطى وما انعكاساته على مجال البحث العلمي في الدولة؟ طبعا وجود منصات للبحث العلمي مثل مختبر مكافحة المنشطات في قطر ومثل المؤسسات العلمية المرموقة الأخرى يهيئ المجال للباحثين أن يعملوا داخل الدولة وأن لا يضطروا لمغادرتها والإقامة خارجها لإجراء أبحاثهم، فهذا شيء نفخر فيه، وأيضا يجذب الخبرات من الباحثين العالميين. نعم. ليحضروا ويديروا أبحاثهم لدينا. نعم. ماذا عن أهداف هذا الملتقى، وهل يمكن أن نحصر أبرزها في إيجاد وخلق مساحات للتعاون للباحثين القطريين في رحاب أعرق وأشهر الجامعات العالمية؟ طبعا من أهم ميزات هذا الملتقى أن دائما ما نقوم بمؤتمرات وملتقيات للعلماء وملتقيات علمية، فالباحثون النشء لا يجدون فرصة في هذه المؤتمرات الكبيرة لتقديم أعمالهم، لما يوجد من منافسة كبيرة ورغبة فيه. فجاءت فكرة إقامة يوم للباحثين النشء فقط، بعد أن أقمنا 8 دورات الآن معنا من الملتقى الكبير العلمي الذي يقام في أوائل شهر 5، فوجدنا أن لا بد من إيجاد مجال لباحثينا لعرض أوراقهم. وطبعا الخبراء والعلماء الذين حضروا من لندن ومن هولندا أشادوا بالدور الكبير الذي أو المستوى الكبير الذي وصلنا إليه، فنتج عنا الآن تدريب وتمرين لأبنائنا وباحثينا لتقديم أعمالهم وللفخر بها. النتائج التي وصلنا إليها سواء في مجال البحوث الطبية المتعلقة سواء في السرطان والسكري وربطها بالأداء الرياضي وبصحة الرياضيين وصحة المجتمع بشكل عام. نعم، هنا يبرز السؤال ويتساءل الجميع، كيف يمكن النجاح في تحقيق معادلة تبدو صعبة وهي التي تجمع ثلاثية الرياضة المنشطات والطب؟ طبعا
العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فإذا لم يكن الإنسان سليما ذهنيا ونفسيا وبدنيا لا يمكن أن يؤدي الأداء الرياضي المضبوط. والمنشطات طبعا كما نعلم جميعا أن لها آثار سلبية كبيرة على الصحة. إذن الربط بين الصحة والأداء الرياضي والمنشطات هناك معادلة كبيرة جدا وأبحاث كبيرة جدا نقوم بها في هذا المجال، وسترون نتائجها إن شاء الله قريبا. نعم، قبل أن نرى هذه النتائج أو تعزيز النتائج التي حدثت حتى الآن، مركز قطر لمكافحة المنشطات هو الراعي لهؤلاء الباحثين ولهذه الدراسات، ماذا عن حصاد 5 سنوات مضت وكيف تبدو الآفاق؟ خلال 5 سنوات نحن فخورون جدا أن لدينا خريجتين بشهادة الدكتوراه من جامعة لندن. نعم. نتوقع تخرج 2 في 2018 إن شاء الله، ولدينا حوالي 7 أو 8 الآن مسجلين وقيد التسجيل في 3 جامعات عالمية عريقة. نتوقع إن شاء الله خلال من هنا لكأس العالم في قطر يكون لدينا على الأقل 7 أو 8 خريجين أو خريجات بشهادة الدكتوراه من جامعات عالمية. إذن مدير عام مختبر قطر لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الصيرفي، شكرا جزيلا لك على الحضور، شكرا كذلك على كل هذه الإيضاحات، ونرجو لكم كل التوفيق. شكرا لكم ويعطيكم العافية. بارك الله فيك. حل ضيفا عزيزا على دولة قطر، حظي بترحاب كبير في رحاب أكاديمية التفوق الرياضي، واستقبل بحفاوة جماهيرية ضخمة في قطر مول، واستقبل وفي مواقع أخرى في الدوحة. باريس سان جيرمان التقط أنفاسه في توقيت بالغ الأهمية، ابتعد بعض الوقت عن ضغوطات أجندته المحلية والأوروبية، وأطلق من العاصمة القطرية وعدا صريحا: عام 2018 عام باريسي بامتياز، لا حدود لطموحاتنا، وجاهزون للخصوم وللرهانات. إليكم محاولة لاستعادة شريط هذه الزيارة. ليس معسكرا إعداديا بالمقاييس الكلاسيكية لمعسكرات الفرق الأوروبية الكبرى، هي أيام لالتقاط الأنفاس، وهي رحلة قصيرة للابتعاد قليلا عن ضغوطات المسابقات المحلية والأوروبية التي ترتفع درجات حرارتها بنسق جنوني مع اقتراب النصف الثاني من الموسم. هكذا كانت زيارة باريس سان جيرمان إلى العاصمة الدوحة، وهكذا كانت قراءة المتابعين لهذه الجولة التي حملت النادي الباريسي مرة أخرى إلى أكاديمية التفوق الرياضي أسباير. حضر رئيس النادي ناصر الخليفي، واقتطع سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة إيريك شوفالي بعضا من وقته ليتابع الضيف القادم من باريس، واحتشدت في الأثناء آلاف الجماهير ومئات من الأطفال بحثا عن إمضاءات للذكرى على مساحة من القميص الأكثر مبيعاً، خاصة بعد قدوم النجم البرازيلي نيمار. ارتسمت في الأثناء السعادة على وجوه نجوم النادي الباريسي بهذه الحفاوة التي كانت حاضرة بقوة في حصتهم التدريبية، وانتقلت بعد ذلك إلى الفضاء التجاري قطر مول الذي تحول إلى مكان تقترب أجواؤه من أجواء حديقة الأمراء. برنامج باريس سان جيرمان في رحاب دولة قطر كان مزدحما على مدار 3 أيام، فالفريق حظي بحفل استقبال في قلب الصحراء، واستمتع بالضيافة العربية الأصيلة قبل أن يتجه صوب كورنيش الدوحة ليخوض عدد من نجومه مباراة استعراضية في ملعب عائم. كانت للفريق أيضا بقيادة نيمار وكافاني ومبابي مساحة لمشاركة الأطفال متعة ممارسة كرة القدم وتقاسم الفرح والسعادة بين أسماء بلغت أعلى درجة الشهرة والمجد، وأخرى في مقتبل العمر تحلم بهذه الشهرة وبهذا المجد ذات عام قريب. تنتهي الرحلة سريعا لتبقى تفاصيلها ذكريات جميلة لدى فريق عريق يعلم تماما أن تحديات بلا حصر تنتظره بعد العودة إلى باريس، وأن فرنسا بكل ألوانها وانتماءاتها تتمنى نجاحه في دور الأبطال وتدعو له حتى يذهب إلى أبعد نقطة في أغلى مسابقات القارة العجوز. باريس سان جيرمان استمتع بدفء الدوحة وبدفء مشاعر أهلها، وشدد في سياق بعض التصريحات المقتضبة لجهازه الفني ولنجومه أنه جاهز للرهانات الصعبة، وأن العام الجديد سيكون باريسيا بامتياز. لبرنامج حصاد الأسبوع قطر هذا الأسبوع، في قراءة لأمير فحصي.
جولة هادئة دافئة دفء دولة قطر، هذه ملاحظة التقطها بسرعة الإعلام العالمي وهو يتابع إقامة النادي الباريسي في قلب أسباير. أمام هذا المشهد نطرح التساؤل، ماذا يمكن أن تقدم الدوحة للعملاق الفرنسي وهو المحاصر بالضغوطات والمطالب بالنجاح وبحصد ألقاب المسابقات التي يخوضها هذا الموسم؟ ننقل هذا التساؤل إلى ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة باريس، المحلل الرياضي في قناة SFR الفرنسية سامي موجتبي. أهلا بك. مساء. أهلا وسهلا، مساء الخير. ثلاثة أيام في الدوحة، هل أصاب الإعلام العالمي عندما وصفها برحلة من أجل التقاط الأنفاس؟ Bien sûr que oui, ça a été, c'est utile et, et ça sera utile pour ce Paris Saint-Germain-là. الإجابة نعم، هذا المعسكر مفيد وهو معسكر التقاط الأنفاس واستراحة محارب. كل ما لاحظنا من خلال الصور التي شاهدناها هو التناغم بين اللاعبين. بعض وسائل الإعلام الفرنسية انتقدت هذا المعسكر القصير، لكن ما شاهدناه كان مثلجا للقلب، لأننا شاهدنا مجموعة سعيدة مع بعضها، وهذا عزز روح المجموعة، روح الفريق، والمدرب كان مرتاحا مع اللاعبين، كانت هناك ابتسامات، كان هناك ارتياح، كانت هناك ديناميكية في المجموعة، وهذا يساعد اللاعبين على تقديم نتائج أفضل بكثير في الفترة المتبقية من الدوري. نعم، حضرت الفعاليات الجماهيرية والاجتماعية كذلك، وغابت التصريحات المدوية. هل أصابت إدارة النادي الباريسي وقد منحت اللاعبين وقتا جميلا بعيدا عن باريس وضغوطات الأجندتين المحلية والأوروبية؟ Bien sûr, c'était comment dire, c'était une obligation même de protéger son groupe. فعلا كانت المناسبة لباريس سان جيرمان لكي يبعدون اللاعبين عن الضغط ويحمونهم من الضغط، لأن الفريق واللاعبين بعد كل هذه المشاركات الأوروبية والمحلية هم في حاجة إلى الراحة النفسية. ليس هناك تصريحات، هذا صحيح، وهذه تعليمات نتفهمها، هي تعليمات واضحة، وخاصة بعد القرعة، قرعة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. أعتقد أن القرار صائب جدا، هذا القرار صائب جدا لأنه يجعل اللاعبين بمنأى عن الضغوطات، لأن اللاعب يواجه ضغوطات من الصحافة، من الجماهير، من كل من يتابع باريس سان جيرمان. إذن حماية اللاعبين هي مهمة، أعتقد نجحت فيها إدارة باريس سان جيرمان. الفترة كانت نصف راحة إجازة والنصف الآخر خصص للعمل. نعم، فضاء تجاري ضخم بحجم قطر مول تحول إلى مكان أشبه بحديقة الأمراء، كيف ترصدون هذه الشعبية المتزايدة للنادي الباريسي في قطر، في الوطن العربي وفي منطقة الشرق الأوسط؟ Sur ce qu'on a vu de ce séjour au, au Qatar, la popularité me semble bonne. Le club a حسب الصور التي شاهدناها والتي كانت رائعة جدا بالمناسبة، كنا وكأننا في محيط حديقة الأمراء. البي اس جي لديها شعبية عارمة في فرنسا، ولكن منذ قدوم الملاك القطريين حولوا هذا النادي إلى فريق له سمعة عالمية وشعبية كبيرة في كل مكان. الألقاب التي حققها البي اس جي أيضا منذ عام 2011 ساهمت في تعزيز
التمييز، هذه الصورة، هذه الشعبية. فعلا بي اس جي أصبح رقم صعب، أصبح رقما صعبا في القارة الأوروبية، والكل يتابع أخباره. وأعتقد أن هذه ضربة معلم من المسؤولين على نادي باريس سان جيرمان، يعني الذين هم سبونسر النادي الباريسي. فعلا شعبية باريس سان جيرمان أصبحت كبيرة جدا، ليس في فرنسا فقط وإنما أيضا في الشرق الأوسط. طيب، كيف تقرأ حصيلة البي اس جي في النصف الأول من الموسم؟ وهل يبدو الفريق قادرا على تحقيق الثنائية الحلم، إن جاز هذا التعبير؟ أتحدث عن الدوري الفرنسي وعن دوري أبطال أوروبا. Alors tout simplement, ça c'est d'un avis général, que ce soit en France ou en Europe, le PSG a éclaboussé cette première partie de saison. L'attaque, la MCN, la fameuse... هذا واضح للعيان. محليا النادي باريس سان جيرمان سيطر وهيمن على المسابقة، وهذا باتفاق كل الصحف هنا وباتفاق كل الشارع الكروي بفضل ما يمتلكه من مقومات. يعني هذا الثلاثي الرهيب في خط الهجوم والمتكون من نيمار، كافاني، ومبابي أيضا، استطاع باريس سان جيرمان أن يحيد كل منافسيه. يعني بقية الفرق مثل يعني موناكو، مثل ليون، مثل مارسيليا أيضا، باريس سان جيرمان لديه كل المقومات لكي يفوز باللقب ويستعيد هذا اللقب بكل سهولة في بقية المشوار. ولكن كل ما نأمل أن لا يفقد باريس سان جيرمان هذا التوازن، وأن يقدم أكثر مما نطلبه في دوري أبطال أوروبا. نعم، تحدث عن دوري أبطال أوروبا كذلك. كيف تمكن قراءة ما حدث في الكلاسيكو بعيون فرنسية، وكيف يمكن أن يستفيد باريس سان جيرمان من سقوط ريال مدريد المدوي في قلب سانتياغو برنابيو؟ Alors justement, je pense que cette défaite du Real Madrid هذا سؤال مهم جدا في غاية الأهمية. أعتقد أن خسارة ريال مدريد ليست في مصلحة بي اس جي، لأن ريال مدريد الآن على بعد 14 نقطة من برشلونة، وبالتالي فهو أغلق تماما ملف الدوري. لم يعد أمام ريال مدريد سوى دوري أبطال أوروبا لكي يركز فيها ويضع كل ثقله في هذه المباراة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا الموسم. أعتقد أن هذه الهزيمة لا تخدم باريس سان جيرمان، وهذا اعتقاد راسخ هنا. إذن على باريس سان جيرمان الآن أن يقرأ أخطاء ريال مدريد، الأخطاء التي جاءت في الكلاسيكو، وعلى المدرب إيمري أن يقرأ كيف سيلعب باريس سان جيرمان، وكيف يمكن معاقبة دفاع ريال مدريد الذي بدأ ضعيفا أمام برشلونة. بالتالي أعتقد أن على إيمري أن يلعب على الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في ريال مدريد خلال الكلاسيكو. إذن المحلل الرياضي في قناة اس اف ار الفرنسية سامي مجتبي تحدث لبرنامج حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من باريس. شكرا جزيلا لك. بعد فاصل قصير نفتح الملف العربي ونتابع تطورا دراماتيكيا هز الشارع الرياضي الأردني. الاتحاد الدولي لكرة القدم يصدر تعميما بشأن عقوبات نهائي البطولة العربية الفيصلي في مواجهة أزمة جديدة قديمة. أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل الحصاد العربي. يعود الفيصلي إلى نقطة الصفر، أو هكذا يبدو المشهد بعد أن تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم. تعميم حمل توقيع الفيفا فجدد الجدل بشأن العقوبات الصادرة بحق أحد أقطاب كرة القدم الأردنية على خلفية أحداث نهائي البطولة العربية الصيف الماضي.
التعميم يعيد الفيصلي إلى المربع الأول ويتقاطع تماماً مع موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لما صدر الآن وكيف يجب التعامل معه؟ هذا ما نطرحه مباشرة بعد التقرير التالي. صفعة قوية تعرض إليها النادي الفيصلي عندما صادق الاتحاد الدولي الفيفا على قرار الاتحاد العربي بإيقاف 5 من لاعبي الفيصلي، وهم إبراهيم الزواهر ومعتز ياسين وإبراهيم دلدوم وبهاء عبد الرحمن والليبي أكرم الزوي، وذلك على ضوء أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة العربية، وجاء الإيقاف لمدة عام اعتبارا من أواخر آب الماضي. يعني قرار بدك تتقبله شئت أم أبيت، حنستأنف أكيد، ما حنضيع حق اللاعبين، حنضل وراء الموضوع إن شاء الله بوجود سمو الأمير علي، ما أظن يروح حق لاعب أردني أو نادي أردني، ولكن احنا كنادي فيصلي الان الحمد لله اللي في فتره انتقالات، بتعرف احنا مقبلين على مباراه نصف مقعد بالابطال اسيا، وهذه مهمه جدا لنا كنادي فيصلي وللشارع الاردني كاول نادي اردني يدخل ابطال اسيا. وكان الاتحاد الاسيوي قد رفع عقوبه الايقاف عن لاعبي الفيصلي في وقت ماضي بعد ان قبل الاستئناف المقدم، مما شكل حاله من عدم الوضوح بين الاسيوي والدولي. القرار يعني شكل صدمه كبيره للوسط الرياضي الاردني وخصوصا للفيصلي والمنتخب الوطني الاردني من جهه اخرى، لكن الصدمه الاكبر هي التوقيت اللي اتخذ فيه القرار، يعني بعد مضي شهرين من احداث البطوله العربيه الان يطول الاتحاد الدولي بتعميم العقوبات، بعدما ايضا قرر الاتحاد الاسيوي سابقا الغاء القرار اللي سبق واعلنوا بتعميمها. يعني هذا يدلل انه وجود حلقه مفقوده او فجوه بين القرارات المتخذه هنا وهناك. وعلى ضوء الايقاف تم استبعاد رباعي الفيصلي من تشكيله المنتخب الاردني التي تستعد لمواجهه منتخب ليبيا في مباراه وديه. دون شك احنا كانت القائمه الاوليه احمد لمواجهه ليبيا في تضم 26 لاعب، فابتعد عنا اليوم قصرا اللاعبين الاربعه لاعبين فيصلي مع كامل الاحترام والتقدير لظروفهم، واحنا ابدينا لهم كل الدعم لهم ان شاء الله انهم بيعودوا قريبا، ولكن الان معنا 22 لاعب، اعلن الكابتن جمال انه ممكن يستعين خلال هاليومين بعدد من اللاعبين، ولكن بكل الاحوال احنا معنا 22 لاعب وهي قائمه كافيه لمواجهه ليبيا على الاقل يوم 25. بات على جمهور النادي الفيصلي الانتظار لمعرفه نتائج الاستئناف الذي سيتقدم به النادي للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. لبرنامج حصاد الاسبوع احمد الخلايله عمان. لماذا انتقل الملف من أروقة الاتحاد الآسيوي إلى مبنى الفيفا؟ لماذا ألقى الاتحاد الدولي بنفسه في هذه الأزمة التي ابتعد عنها الاتحاد الآسيوي في وقت سابق؟ كيف سيتعامل الفيصلي مع تطورات هذه القضية الشائكة المعقدة وهو المقبل على استحقاق آسيوي يعد الأهم في مسيرته؟ مجمل هذه الأسئلة نطرحها على ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة عمان، المحامي الخبير في القانون الرياضي عماد الحناينة. مرحبا بك. يحيى الله. مرحبا. أبدأ من تغريدة في صفحتك الشخصية عبر تويتر، ذكرت أن الاتحاد الأردني لكرة القدم يعيش حالة من التوتر، هل من توضيحات أكثر؟ نعم بالتأكيد، بعد ما نجح الاتحاد الأردني بطريقة ما بإيقاف العقوبات على لاعبي الفيصلي، لا شك أنه كان نصر مؤزر للاتحاد. بعد ذلك الاتحاد الدولي بيبعث رسالة وبيعتمد عقوبات الاتحاد العربي، نكسة قوية للاتحاد الأردني ولمجهوداته السابقة، إلا أنه أصبح يعني والوضع غير مفهوم، حتى الأسباب الاتحاد الدولي وتدخله، كل هذه الأمور لا شك أنها وترت الوضع في الاتحاد الأردني. نعم، بعد أن تراجع الاتحادان العربي والأسيوي عن سلسلة العقوبات الصادرة بحق النادي الفيصلي، الفيفا يعيد الملف إلى نقطة البدء، ما قانونية هذه الخطوة وهذا التعميم؟ الحقيقة أنا يعني بما أني محامي أردني لن أكون مجامل لأي طرف، سوف يعني أضع النقاط على الحروف حتى لو قانونية حتى لو كانت ضد طرف معين أردني. نعم. الحقيقة تدخل الاتحاد الدولي هو تدخل قانوني، تدخل قانوني وواقعي،
وغير مستغرب، إلا أنه لن أدخل في أمور سياسية أو هناك توقيت وأسباب التدخل الاتحاد الدولي. من ناحية قانونية هي تدخل قانوني، من ناحية أسباب لن أتدخل، فهذا مش من أمر يعني مش من اختصاصي. طيب، كنت أحد أطراف جلسة الاستماع لدى الاتحاد العربي والتي حضرها اللاعبون الموقوفون من زاوية قانونية، ما هي المستندات التي فرضت العقوبات وكانت بعد ذلك وراء وقف التنفيذ؟ الحقيقة كان وجودي هو في الإجراءات بالاتحاد العربي، سواء خاصة في الاستئناف لتقديم لائحة الاستئناف، وأيضا في جلسة المناقشة الشفهية للجنة الاستئناف. لجنة الاستئناف رفضت، أو الأمان العام للاتحاد العربي رفضت وجود اللاعبين، وإحنا طلبنا وجود اللاعبين، وهو إجراء خطأ من الأمان العام. كان يجب أن يتخذوا لجنة الاستئناف قبل إجراءات قبل جلسة الاستئناف بالرفض أو القبول، إنما تدخلت الأمان العام ورفضت هذا الشيء. ذهبنا إلى الرياض، قدمنا مرافعة أمام لجنة الاستئناف، طلبنا أيضا من لجنة الاستئناف تسجيل هذه المرافعة، سواء خطيا سواء من خلال التسجيل الصوتي أو وطلبنا أيضا السماع للاعبين من خلال الاتصال الهاتفي، رفضوا كل هذه الطلبات، حتى قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي صدر ولم يشر بأن هناك جلسة الاستئناف. نعم، واضح. بعد صدمة تعميم الفيفا، ما الخطوات التي سيقطعها الاتحاد الأردني لكرة القدم وستقطعها كذلك إدارة النادي الفيصلي؟ سوف أكون صريح في هذا الأمر. الاتحاد الدولي اعتمد قرار اتحاد عربي، كان المفروض الأصل أنه بعد قرار الاستئناف لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي كان الأصل التوجه إلى محكمة الكاس مباشرة. هذا يعني كرأي قانوني، ممكن في آخرين بيختلف برأيي، لكن أنا كان الأصل يجب التوجه إلى محكمة الكاس والاستمرار في مسار الاتحاد الآسيوي باتجاه آخر. الحقيقة الخيارات أمام النادي الفيصلي تضيق بسبب أخطاء معينة من طرف كان هو مسؤول بملف القضية لاحقا بعد الإجراءات أمام العربي، ويعني بالطبع أنا لم أكن في هذه الإجراءات. نعم، لإيضاح الأمور أكثر، أنت تسلمت القضية في البداية ثم أعلنت وبشكل مفاجئ الانسحاب، ما الأسباب التي دفعتك أو أجبرتك على اتخاذ هذا القرار؟ الحقيقة لم أنسحب، الواقع أنه الاتحاد الأردني طلب من النادي الفيصلي عدم الاستمرار معي في هذه القضية، والاتحاد الأردني استلم هذه القضية من بداية الإجراءات أمام الاتحاد الآسيوي، والاعتقاد بأنه الاتحاد الأردني لسبب ما صراحة لن أدخل في الأسباب. برأيك ومن خلال خبرتك في مجال القانون، من المخطئ في هذه القضية؟ الاتحاد الأردني، الفيصلي، الاتحاد العربي، الآسيوي؟ من؟ التماطل في رد بداية فعل؟ بداية الاتحاد العربي، الحقيقة بداية بالاتحاد العربي كان هناك سوء في التنظيم، عدلوا في التعديلات في عملية القرعة، النادي الأهلي لعب مع الفيصلي بالمجموعات، بعدين في الدور الثاني وقبل النهائي، المهم يعني كان في عد مباريتين للنادي الأهلي والفيصلي لسبب ما، وهذا كان أدخلوا الأهلي بطريقة، عدلوا التعديلات وهذا كان مخالف. كان أيضا سوء في التنظيم بأنه الحكم مصري في النهائي، واحترامي طبعا لأشقائنا المصريين نحن لا يعني ندخل هذا الأمر، إلا أنه نادي مصري خسر مرتين مع النادي الفيصلي في هاي البطولة، وبتحدد كمان برئيس لجنة حكام تونسي بحط حكم مصري يحكم هذه، كانت يعني شبهة
يجب الابتعاد عنها. أيضا من ناحية اللجنة التأديبية، لجنة الانضباط في الاتحاد العربي، أخطأت كثير في عملية تطبيق التعليمات وكانت انتقائية. تم الاعتماد على تقارير فقط الحكام والمراقب وكافة التقارير. كانت هذه التقارير بشكل عام انتقامية لسبب ما، أنه لا شك أنه الفيصلي شكل يعني حالة تحدي أمام الجميع. كان الفيصلي بالمفاجأة للجميع، كان مع أنه هو يعني نادي بطولات، إلا أنه كان الاعتقاد الآخرين بأنه نادي لن يكون منافس، مما اضطر حتى النادي الأهلي إدخال اللاعبين الأساسيين في طيب هذه مبررات، ربما مبررات هي رياضية، لن يأخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يأخذها بعين. لا، أنا بحكي سوء تنظيم. نعم، دعنا نتحدث عن الجوانب القانونية. ما المنتظر في الأيام القليلة المقبلة بعد تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم من الجانب القانوني؟ إذا الآن أمام الفيصلي استئناف. نعم، أمام الفيصلي الاستئناف، سوف يقدم استئناف للاتحاد الدولي. الاستئناف على 5 أو 6 قرارات منفردة لكل شخص، لكل لاعب والإداري. الخيارات حقيقة أمام الاتحاد، أمام الفيصلي ضيقة، باعتقادي أنه سوف يكون الاتحاد الدولي قراره فقط من الناحية الشكلية، الاعتماد أو لا اعتماد عقوبات الاتحاد العربي. بعد ذلك سوف يكون هنالك حق اللجوء إلى محكمة الكاس. موضوع محكمة الكاس موضوع لاحق متشعب، يحيط كثير من الأمور القانونية، لا أحبذ يعني النقاش فيها. إذن المحامية الخبير في القانون الرياضي عماد الحناينة، وقد تحدث لحصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة عمان، شكرا جزيلا لك. فصل قصير نفتح بعده الملف الدولي تحت العنوان التالي: ماذا يحدث في محيط الأولد ترافورد؟ هل يعيش مانشستر يونايتد أزمة أم ثمة محاولات لتضخيم الكبوات الأخيرة؟ أرحب بكم من جديد وإلى تفاصيل الحصاد العالمي. وكأننا أمام أزمة تخنق مانشستر يونايتد، تلاحقت الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج الفريق من مسابقة الكأس. اليونايتد ابتعد كثيرا في صراعه المباشر مع الجار والغريم مانشستر سيتي، والنتائج الأخيرة تدق ناقوس الخطر. هكذا يقرأ جزء من الإعلام الإنجليزي ما يحدث للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في حين تشتم فئة أخرى رائحة محاولات لتضخيم الصورة. ضغط جماهيري كبير يتعرض له نادي مانشستر يونايتد، وغضب الجماهير يواجهه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ملعب أولد ترافورد. السبب هو خروج النادي من بطولة كأس الرابطة منذ أيام قليلة، وخسارته أمام متصدر الدوري مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 13 نقطة، ما حسم الأمر افتراضياً بابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري. وحول الشائعات التي أثيرت حول رحيل مورينيو إلى نادي باريس سان جيرمان، أبدى بعض مشجعي يونايتد امتعاضهم من الكلام عن ذلك. عندما أثيرت الشائعات حول مغادرة مورينيو نادي مانشستر يونايتد وتدريب النادي الفرنسي، في الحقيقة كان عليه أن يتجنب الكلام. فحين تكون في عملك الحالي وتتكلم عن عمل في مكان آخر، فإن ذلك يتسبب بتشويش النادي واللاعبين وكل المعنيين. أرى أن ذلك كان عاملا لتشويش الوضع. ويلح بالأفق انقسام كبير بعد التصريحات المتكررة التي أدلى بها مورينيو تجاه اللاعبين وتحميلهم المسؤولية الكاملة على النتائج السلبية. وعلى الرغم من ذلك، يرى البعض أن مورينيو سيبقى مدرباً لمانشستر يونايتد،
كما استبعدوا الفوز باللقب في دوري أبطال أوروبا، معتبرين ذلك مهمة صعبة للغاية. لا أعتقد أن مانشستر يونايتد سينجح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فالفوز باللقب مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا. فلا تنسى أن الكثير من الفرق تلعب أفضل منا في هذه الفترة قبل أعياد الميلاد. انظر إلى ريال مدريد، فازوا بلقب دوري الأبطال وكأس العالم للأندية، وخسروا اليوم أمام برشلونة. كل شيء يمكن أن يحدث. رغم النقاط الفنية الإيجابية في مورينيو، إلا أن السلبية منها كغرابة استخدامه لصفقات باهظة ورسم خطط فنية لا تليق بفرق كبرى والتخبط في رؤيته للاعبين، لربما تؤدي لرحيله عن النادي تجاه العاصمة الفرنسية باريس. ومع هذا يبقى المنعطف الأهم هو دوري أبطال أوروبا. لبرنامج حصاد الأسبوع، أبان حسين من أمام ملعب كينج باور ليستر. لما هذه الحملة وهذه الشراسة على المدرب جوزيه مورينيو والموسم في المنتصف؟ لما تراجعت النتائج في الفترة الأخيرة؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ أليس من المبكر حسم الألقاب الإنجليزية أو الحديث عن ملامح الأبطال؟ كيف يتعامل سبيشل وان مع هذه المرحلة الصعبة والدقيقة؟ هذه الأسئلة وغيرها ننقلها إلى ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة البريطانية لندن، الإعلامي والناقد الرياضي ميشيل سعد. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير عزيزي، وأهلا بكم ولجميع متابعي قناة الكأس. مساء النور. بداية، أليس من المبكر الحكم على فشل المدرب البرتغالي والفارق أصبح كبيرا بينه وبين المتصدر في البريمير ليج؟ بداية، هناك تضخيم كبير لأزمة نادي مانشستر يونايتد تحديدا من الإعلام هنا في بريطانيا. مانشستر يونايتد بالأرقام هو تاريخيا هو صاحب سادس أفضل انطلاقة في البريمير ليج في منذ انطلاقة البريمير ليج في طبعا تسعينيات القرن الماضي. نعم. الفريق جمع 42 نقطة، وهي أقل فقط بأربع نقاط عن أفضل انطلاقة تاريخيا للفريق في موسم 94. الفريق هناك بعض المشاكل، هذا الأمر صحيح، لكن مانشستر يونايتد أنا لا أزال أعتقد أن هذا الفريق في مرحلة بناء. هو يختلف عن مانشستر سيتي، هو يختلف عن بقية الفرق الإنجليزية. مانشستر يونايتد عانى على صعيد الأداء وعلى صعيد النتائج وأيضا في على صعيد إحراز البطولات مع المدربان طبعا ديفيد مويس وأيضا المدرب لوي فان غال. أنا أرى أن مورينيو يسير في الطريق الصحيح، لكن هناك بعض المشاكل. نعم، تحدث عن مورينيو والجميع في إنجلترا اليوم يدفع باتجاه أن جوزيه مورينيو وحده من يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق خلال الأيام القليلة الماضية. ألا تعتبره أمرا مبالغا في تصويره كذلك؟ أمر مبالغ نعم، لأن المدرب بكل تأكيد هو مسؤول عن نتائج الفريق، ولكن لا يتحمل دائما المسؤولية الكاملة عن النتائج. على سبيل المثال مباراة ليستر التي أقيمت يوم السبت مساء السبت، الفريق فرط بالكثير من الفرص السهلة في تلك المباراة. المدرب لا يستطيع أن يسجل، المدرب مهمته أن يعطي التعليمات، أن يرسم الخطط، أن يوجه اللاعبين، لكن ليس بإمكانه أن ينزل إلى الملعب ويضع الكرة في الشباك. هناك مسؤولية أيضا يتحملها بعض لاعبي نادي مانشستر يونايتد. يعني على سبيل المثال مانشستر يونايتد من وجهة نظري يعاني على صعيد إنهاء الفرص، لا يقتل المباريات، وهذه مشكلة قد بالفعل تؤثر على الفريق في تحديدا في مسابقة الدوري. نعم، مورينيو من جانبه حمل لاعبيه مجمل النتائج السلبية في الوقت الذي هو من اختارهم، والحديث هنا عن لوكاكو على سبيل المثال لا الحصر. لوكاكو أعتقد أنه لم ينتقده بشكل دايركت أو بشكل مباشر، هو انتقد لاعبين آخرين في الفريق المدرب جوزيه مورينيو. بعض هؤلاء اللاعبين لم يقم هو بجلبهم، أتكلم عن لوك شو على سبيل المثال، هو لم يقم بجلب لوك شو. أعتقد أن جوزيه مورينيو
في بعض المراكز بحاجة لأن يعالجها. والنقطة الثانية التي يعاب على جوزي مورينيو تحديدا هي انتقاده للاعبين في بعض الأحيان، لكن المشكلة الأخرى بالنسبة لي هي تعامله مع المباريات الكبيرة. يدخل مانشستر يونايتد مبارياته أمام الفرق القوية وكأنه فريق صغير، يدافع يعتمد على الهجمات المرتدة، بينما هو شخصيا وعلى صعيد الإمكانيات يمتلك إمكانيات كبيرة، بإمكانه أن يهاجم، بإمكانه أن يسجل عناصريا تكتيكيا، بإمكانه أن يباغت الفرق الكبرى. هذا ما يعاب على نادي مانشستر يونايتد على الصعيد الخططي لصعيد جوزي مورينيو. أما على صعيد المشاكل، هنريك ميخيتاريان هو أحد اللاعبين الذي جلبهم، لو عدت إلى سؤالك أيضا يعني هذا مثلا أحد الأمثلة في هذه الأثناء. نحن حتى الآن لا ندرك، الإعلام يقول أن ميخيتاريان سيذهب أو سيرحل في سوق الانتقالات الشتوية. الأمر نفسه تكرر الموسم الماضي، ميخيتاريان لعب ولعب في نهائي الدوري الأوروبي وقدم مستوى طيب. إذن هناك إشاعات كبيرة، قد يكون الهدف من استبعاد أو انتقاد لاعب معين، وهنا أضرب المثال بميخيتاريان، هو تحفيز اللاعب وأيضا إعطاء نوع من يعني كما تسمونها قرصة الإذن للاعب لتقديم أداء أفضل في المباريات القادمة. نعم، الإشاعات تتواصل والتقارير تتحدث عن أن مورينيو بات أقرب من أي وقت مضى من العاصمة باريس، بعد أن أكدت بعض الصحف اليوم عزم النادي الإنجليزي تأجيل إجراءات تجديد عقد سبيشل وان. ما صحة هذه الأخبار؟ يعني حتى الآن لا يوجد أي شيء من النادي الإنجليزي، نادي مانشستر يونايتد لم يصدر لا بيان بالتأكيد ولا بأن في الجميع يعرف أن مورينيو لديه عقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم. مورينيو لا يبقى كثيرا مع أنديته، شاهدنا ذلك في تشيلسي، في ريال مدريد، في بورتو، في الإنتر، يعني لديه مدة زمنية ومن ثم يرحل. أتوقع أن رحيل جوزي مورينيو سيحدث لكن ليس هذا الصيف، سيرحل بعد نهاية عقده على ما أعتقد. الفريق نوعا ما هو وصل إلى دور 16، سيواجه نادي إشبيليا، لديه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في الدوري هو يحتل المركز الثاني وسيتأهل إلى دوري الأبطال. لا أرى أن مورينيو سيرحل الصيف القادم، قد يرحل في الموسم الذي يليه. واضح. برأيك كيف سيتعامل مانشستر يونايتد ومورينيو تحديدا مع هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق؟ هل سنشهد مزيدا من التوتر أم أن سبيشل وان قادر على إذابة الجليد عن سطح أرضية الأولد ترافورد بدهائه المعهود؟ أنا لا أزال أعتقد أن هناك تضخيم لأزمة نادي مانشستر يونايتد. الفريق يحتل المركز الثاني، هو خرج من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة من فريق هو أقل منه بكثير، هو نادي بريستول سيتي، ولكن هذه البطولة ليست من أولويات نادي مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد عليه الأولوية هي المنافسة في بطولة الدوري. هو يبتعد ليس بسبب نتائجه السلبية، وإنما مانشستر سيتي يقدم موسم خارق وغير طبيعي، وهذا بشهادة الجميع. نتائج مانشستر يونايتد في الدوري هي نتائج طبيعية لأي فريق إذا تنظر إلى المواسم السابقة، هذا ما حققه الأبطال السابقين على صعيد النتائج. يعني الفريق تعثر في 3 مباريات بالتعادل وأيضا خسر 3 مباريات وفي 19 مباراة، هذه حصيلة مقبولة. هو في دوري الأبطال في دوري 16 يواجه إشبيليا، لا أعتقد أن إشبيليا بإمكانه إيقاف نادي مانشستر يونايتد. على مورينيو فقط أن يعني يحاول أن يكون أذكى في مؤتمراته الصحفية بحذر انتقاد لاعبيه بشكل مبالغ فيه على ما أعتقد. ويعني هو الأزمة قد يعني أنا شخصيا لا أرى أزمة، ولكن الخروج قد يكون من دوري الأبطال أعتبره أزمة. التأخر عن نادي مانشستر سيتي ب 13 نقطة هو أمر بكل تأكيد لا يحب أنصار نادي مانشستر يونايتد، ولكن ليس بسبب ضعف نادي مانشستر يونايتد وإنما بسبب تفوق الغير طبيعي لنادي مانشستر سيتي. الإعلامي والناقد والرياضي ميشيل سعد تحدث لحصاد الأسبوع مباشرة من العاصمة لندن، شكرا جزيلا لك. ليست هذه أول أزمة تواجه سبيشل وان، ولن تكون الأخيرة بلا أدنى شك. هذه أيام تبدو صعبة بهذا الوصف، تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو ليتصدى للباحثين عن رأسه وما أكثرهم في إنجلترا. نلتقي بعد أسبوع في أمان الله.